مرحبا، السلام عليكم. الله يعطيكم العافية جميعا، بتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. السيجمنت بالسلسلة اللي بقدمها، اوكي، ان شاء الله راح نقوم اليوم بعمل تصميم السي دي للشعار هذا. اوكي، اذا انت ما شفت الفيديو السابق لتصميم الهيدر او الترويسة للشعار هذا، تمام، فراح اضع رابط الفيديو في الاي فوق على اليمين، على يمين الشاشة في الاعلى او على اليسار. اوكي، فروح شوفه وان شاء الله بتستفيد منه، تمام. خلينا نعمل فايل جديد باي مقاس احنا بدنا اياه، خلينا على الاي فور. هان بنجيب الدائرة هذه، اوكي، بنخلي الستروك نان يعني من غير ستروك، والفيل بنعطيه اي لون. اوكي، مبدئيا الان بنخلي قياساتها 195 × 195 ملي. اوكي، وبنضعها بنجعلها في الوسط، تمام. بنجيب كمان دائرة، بنخلي لونها ابيض، بنخليها مقاسات في 75 × 75، سوري، في 75، تمام. بنحددهم وبنخلي الالاين في الوسط، تمام. ممكن اذا حسيناها قليلة نيجي على البروبرتيز ونزودها ونخليها بالشكل هذا يشتمني، تمام. الآن بالشكل هذا من نيجي هنا بنجيب اللوجو، ناخد اللون هذا، نخليه هان، تمام، بالشكل هذا. ممكن نقلل الاوباسيتي، نخليها 80 او نخليها زي ما هي افضل، تمام. النص هذا بنخليه ابيض بالشكل هذا، تمام. يعني امر بسيط جدا الشغلة هذه. ممكن ايضا نجيب مثلا هذا الشكل، نخليه هيك، يعني نحط، يعني نعمل فيها اكتر من لمسة، تمام، او اكتر من شكل بالطريقة هذه، تمام. بس يعني هاي الامر بسيط جدا، او ممكن ايضا نجيب الشكل هذا هيك مثلا، نحطه هان. بنقدر يعني احنا نكتفي، نقدر نكتفي بالشكل هذا هيك، جميل، تمام. ونقدر ان نضيف هذه هان، اوكي، هذا ممكن نخلي لونها زي هذه هيك، تمام. واللي ورا بالشكل هذا، تمام، هذه نفس لون الخلفية، تمام. نيجي زي هيك على هذول، الشكل هذا. طبعا هذا وين راحت، ايوه، ما بالشكل هذا، تمام. طبعا يعني انا عملته بشكل مختلف عن هذا، يعني هذا الامر بسيط، الشكل هذا هو نفسه هذا، اوكي، بالشكل هذا وبس. يعني هاي هيك الطريقة، هذا يعني يعتبر سي دي هي الأسطوانات. طبعا هذه كانت يعني زمان منتشرة بكثرة، لكن هالأيام انتشارها قليل نوعا ما، كله بيستخدم فلاشة أو أمور زي هيك، تمام. وبهيك يعني بنكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، درس بسيط وخفيف حتى ما أخذ من وقتكم كتير. بتمنى تكونوا استفدتوا جميعا،
وكالعادة إذا أنتم مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشاركوا فيديوهاتنا حتى تصل لناس أكثر والكل يستفيد. تمام، وما تنسوا تدعمونا أيضا باللايك، ونشوفكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة. انتظرونا بالدرس الثالث من هذه السلسلة إن شاء الله، ونشوفك على خير إن شاء الله، ويعطيكم العافية.